توفي اليوم الدولي الإيفوري الشيخ تيوتي عن 30 عاما بعدما سقط أرضا خلال تدريبات فريقه بيجين انتربرايزز الصيني. تيوتي سبق له أن شارك مع منتخب بلاده في 52 مباراة، كما لعب لأندرلخت البلجيكي ورودا وتفنت الهولنديين، ثم لعب لنيوكاسل الإنجليزي من العام 2010 وحتى 2017، وانتقل هذا العام إلى الصين حيث شارك مع فريقه في 11 مباراة.